المنبر العالي بفكره الرشيد، به الذكرى به العبرة به التفسير والتسديد، لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. المنبر العالي بدرب آل المصطفى، المنبر العالي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. تزدحم في هذه الليلة الكريمة مجموعة من المناسبات. هذه المناسبات أولها على كثير من الروايات نزول القرآن في مثل هذه الليلة، كأنه قد واحد يقول أن المسلمين تقريبا مجمعون على أن القرآن نزل ليلة القدر بحكم قوله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. فشلون جمع بين هذه الروايات وبين كون القرآن نازل هذه الليلة؟ لأنه كثير من المفسرين يذهب يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة النصف من شعبان، والضمير يعود على القرآن، فشلون الجمع بين الروايات؟ بعضهم يجمع بين الروايات يقول القرآن ليلة القدر نزل من اللوح المحفوظ استنسخ إلى سماء الدنيا، ومن السنة القابلة بدأت في نصف شعبان تنزل الآيات. والبعض الآخر لا، يقول الليلة المباركة هي ليلة القدر. على العموم حتى بناء على هالمظنة، مظنة نزول القرآن هذه الليلة وجملة من الأشياء اللي نص عليها هذه الليلة سيأتينا بعضها خلال البحث إن شاء الله، بس خلنا نقف شوية قليلا عند نزول القرآن الكريم. أرغب ألفت نظرك أن الهيئة البشرية مثل الفرد، شلون الفرد إلى مراحل، الفرد شلون إلى مراحل في عمره، وكل مرحلة من المراحل عند قابلية لمعلومات معينة ما يتجاوزها. يعني مثلا مرحلة الابتدائية يعطوا معلومات بسيطة بدائية، مرحلة المتوسطة يعطوا مراحل شوية أكثر عمق وأوسع وأشمل، مرحلة كلية مثلا والمراحل اللي من بعدها يطورون تعليمه. البشرية كذلك، لأن البشرية مجموعة أفراد، لكن الكيان الاجتماعي إلى عمر ثقافي وإلى عمر زمني، عمر الثقافي يتطور. طبعا الرسالات اللي سبقت الإسلام كانت تتناسب ويا عمر البشرية الثقافي. عمر الثقافي كان محدود، فالرسالات
اجت عينا اشبه شيء بمعلومات ابو الابتدائيه او معلومات ابو الثانويه، ثم بعد ذلك تجي المعلومات العاليه. كذلك الاسلام ختم الله عز وجل به الاديان بعد ان اصبحت البشريه مؤهله لتقبل عطاء القران، اصبحت مؤهله لان تستفيد من عطاء القران. هسه قد يقول واحد زين يعني هاي الفتره اللي بيننا وبين نزول القران 1400 سنه، يعني ماكو تطور في البشريه؟ في تطور، لكن وضعيه القران تختلف عن وضعيه الكتب السماويه الاخرى. القران يجي على شكل دستور، الدستور يضع قواعد عامه، يضع اصول، وهاي القواعد العامه تدخل تحتها المفردات. خلي اقرب لك المعنى شوي، اضرب لك بعض الامثله اللي تقرب المعنى. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله يامر بالعدل. العادل يعرفوه الفقهاء وضع الشيء بموضعه، وضع الشيء بموضعه. انا مثلا لما انولد لي بمنطقه بيها اراضي يلحق الواحد 100 دونم لو اراد، طبعا من العدل هنا ان احصل لي على قطعه ارض كبيره ازرعها. لكن لو انولدت بمنطقه بيها كثافه سكانيه، يعني مثلا يا دوبك 50 واحد يلحقهم دونم، طبعا ما يعطوني منطقة كبيرة من الأرض، يعطوني منطقة صغيرة، لأنه يؤخذ النصاب الاقتصادي الشائد يتدخل في تحقيق مصداق العدل. فالقصة القرآن الكريم وضع لي قاعدة عامة، قال لي إن الله يأمر بالعدل، إذا كان أكو مجال الأراضي تتوزع بصورة واسعة تحقق معنى العدل، ما أكو مجال بالأقل، ما أكو مجال، وهكذا. يعني كن نضع الشيء في موضعه، تبهي يضع لي قواعد عامة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أكو بعض العقود ما كانت أيام النبي، بعض العقود الآن الموجودة بالبنوك، معاملات أكو تأمين على النفس، تأمين على الممتلكات، هذا ما موجود. هذا يمكن أن يسمى إلى حكم لو ما إلى حكم، طبعا إذا مثلا هذا العقد ما بي غرر، ما بي جهالة يشمله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فأنت لما ترجع للقرآن الكريم تلقى يا إمارة أكو يا أصل. الأصل مثلا أكو عندنا بعض الأصول الشرعية اللي تتسع لأكثر من حالة تطبيقية. شوي تنبه لي، شلون يعني تتسع لأكثر من حالة تطبيقية؟ أنا أجي مثلا الآن ألقالي فرد إعلان اللي يحب يصعد بصاروخ يروح يشوف له كوكب، نعم أجي والله أقول هذا ما بيباس أصعد أشوف شكو، فبس أتوقف شنو هذا حلال حرام. لما ما ألقى دليل ينص على الحرمة أرجع للأصل، لأصل الأشياء الإباحة، إلا أن يجي نص على أن هذا محرم، ما طول ما أكو نص أتمسك بها الأصل فيما لا، وهكذا. شو تنبه لي هالجملة. إذن الشريعة الإسلامية جتنا بقواعد عامة، ولذلك كل تطور هي تمتصه تغطيه، أي تطور يحصل القرآن الكريم والقواعد العامة كافية لأن تشمله لأن تمتصه. زين، من بعد هذا خلينا نرجع. طبعا القرآن الكريم أحدث نقلة نوعية بالدنيا، يعني طور الإنسان من كائن بهيمي يتعامل بالظفر والناب إلى كائن يتعامل بالعقل، يتعامل بالقانون، يطبق النظام. لأن ماكو عندنا شعيرة دينية ما تعلم الإنسان على النظام، يعني شو تنبه لي. لكن مع الأسف احنا ميراثنا الاجتماعي شوية صعب، وإلا مثلا الصلاة تعودنا على النظام، تعودني الصبح أتطهر، تعودني الظهر أتطهر وأتوجه إلى الصلاة وأحافظ على الوقت، الصبح أحافظ على الوقت، الظهر أحافظ على الوقت، المغرب أحافظ على الوقت. تعلمني ماكو انفلات. شو تنبه لي، هذا الانفلات اللي كان بالجاهلية
ما موجود. أي شعيرة بالإسلام اتعود على النظام. لكن مثل ما قلت لك احنا ميراثنا الاجتماعي كان ميراث تفلت، ميراث واحد تلقاه حردان متفلت. ها هذا بطبيعة الحال يريد لمدة يا الله يتطور اجتماعيا، وإلا ما عندنا شريعة، ما عندنا شعيرة، ما تعودنا على النظام. في واقع الأمر القرآن أحدث نقلة نوعية بالدنيا، يعني نقلنا نقلة غير نفوسنا ومداركنا ومشاعرنا وأعطانا عطاء لا حدود له. فالباري عز وجل يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، بطبيعة الحال يعني نزول هالثروة الضخمة هو بركة لا حدود لها. وأي بركة أعظم من هالبركة؟ أرجوك، أنا الآن لما ألقى لي ببيتي شوية طعام يكفيني للشمشار أقول بركة، لكن لما يعطيني زاد عقلي يكفيني طول عمري أكو بركة أعظم من هالبركة؟ يعطيني زاد بالنظام أكو بركة أعظم من هالبركة؟ طبعا ليلة مباركة. زين، هاي الليلة معروف عنها أنها ليلة الرغائب. شنو معنى ليلة الرغائب؟ ليلة الرغائب يعني الليلة اللي الإنسان ش عنده مطلب يجب أن يطرحه بين يدي الله عز وجل. وأنا لما أطرح مطالبي بين يدي الله أنطلق إلى من منطلق المسكنة، أقول له أنا فيض من عطائك، أنا جزء من رشحة من عطائك، وانت عطائك لا حدود له. وانا ما اطلب من عندك الا بك، استشفع بك اليك. شو يقول له الخيام؟ يقول له يا ربي ان لم اجد في طاعاتك انني بائس الى رحماتك، وشفيعي اليك اني لم اشرك ولو ساعة بوحدة ذاتك. انا اتوجه اليك بوحدانيتك يا ربي برحمتك ارحمنا فيها، لا تحرمنا من عطائك بوجهك الكريم. في واقع الامر ان هذه الليلة لا يرغب بها العبد الى الله. واحنا نعرف عادة اذا واحد عندنا بالارض نريد نطلب من عنده شيء، اذا نطلب منه مرة او مرتين يمل ويكل وما يعطيه، لكن الله عز وجل كلما ألححت عليه بالطلب ألح عليك بالعطاء. شايف؟ واقع الأمر أنه لا يبرمه إلحاح الملحين، يا من لا تنقص خزائنه ولا تجيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. فهالليلة ليلة الرغائب ينقطع بها العبد إلى الله عز وجل ويطلب منه. وسيجينا معنى الطلب شلون. يعني هالليلة في واقع الأمر هي لا أكو بها أشياء، لأن الليلة يسجل وفد الحاج، يعني واحد الله كاتب له أن يروح إلى مكة يسجل هالليلة وفد الحاج، يسجل يكتب زين، يسجل في مثل هذه الليلة المنايا. تقول الرواية الرجل يمشي بالأسواق وما يدري أنه راح تمر عليها السنة، يعني للسنة الجاية يظل عدل، يوم يظل عدل. قال إيش للسنة الجاية يا أخي؟ للحظة الجاية. الرسول صلى الله عليه وآله يقول ما فتحت عيني وظننت أن شفريهما يلتقيان، ما مش مدرين يعني، ما يجوز باللحظة ينقض عليه الموت. زين، فهاي الليلة تسجل فيها المنايا، هذا مقدر إليه أن ينتقل يتجه إلى الله عز وجل، يولا مقدر إليه أن يعيش. والواقع الإنسان ما يعرف مصلحته، اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني ما دام الموت خيرا لي. الواقع يعني الإنسان الأمور بيده عز وجل، يعرف الأصلح صلاح العبد شنو هو الأصلح إله، هو كون يموت كون يموت ماكو عاد يظل، لكن إش كثر يعيش أفضل له وإش كثر يبقى أفضل له. ويا ترى أن الحياة هاي بالنسبة إلى أفضل مما لو رحل والتحق بربه، هذه أمور
هو وحده يقدرها. الليلة المنايا البلايا ما يمر على العابد من بلايا، وفد الحجاج أرزاق الإنسان، يقدر شئل رزق هالسنة نعم بمثل هذه الليلة. هي تسمى ليلة الرغائب، ولذلك الانقطاع بها إلى الله عز وجل، ويستحسن شو وقت نص الليل شوي، ركعتين صلاة وشوية انقطاع إلى الله عز وجل واتجاه إليه. وأأكد لك ما تلقى رحيم كرحمته، لا حدود لرحمته. انقطع له شوية، إذا انقطعت له خذ منه ما تريد، بس بشرط الدعاء يقولون لا يكون باعتداء. شنو باعتداء؟ أنا شايف لك الفقهاء شنو الاعتداء اللي نصون عليه. أولا يقولون من الاعتداء أن تجأر، لا تصيح، بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. يعني في يوم الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالطريق، نزلوا بوادي أهلوا بالتكبير وقاموا يدعون بأعلى أصواتهم، قالهم النبي اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم، أنتم ما جاي تدعون واحد أطرش، على كيفكم، بهدوء في داخل نفسك في قرارة نفسك، لأن من الاعتداء أن تجأر، لا صيح، خليك. ليش؟ لأن أولا إذا دعوت الله خفية راح يكون همس بينك وبين الخالق، دليل على شعورك بقربه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا دعيت بهمس داخل نفسك دليل على شعورك بأنك تعرف أن الله سامعك، أن الله يسمعك وهو إلى جانبك، وحدة. ثانيا أن الدعاء بهدوء يبعث الإنسان على التأمل أكثر. ثالثا أن الدعاء بهدوء أبعد عن الرياء، نعم الدعاء بهدوء أبعد عن الرياء. وبعد ذلك كله ماكو حاجة أنا أكشف ضري، ما خلي أكشف في داخل نفسي في قرارة نفسي. يا عليما بالسر علم الرأي ورحيما بكشفك الضراء، هو الواقع يعلم بما في قرارة نفسك. طيب أي وحدة بعد من الاعتداء أن تدعو بما لا يمكن، وأكو مثلا شلون فد واحد يا رب ارزقني ولد بدون مرأة، أو ارزقني رزق بدون أن أشتغل وأنا قاعد، مثل ما تعرف موتي يندني يجي لي ودي لي رزق وأنا قاعد، ما يصير. الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، أنت لابد لك من أن تعمل حتى ترزق، إذا ما تعمل ما ترزق، لأن الله عز وجل ربط الرزق بالعمل. واسعوا في مناكبها، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، تحرك شويه اعمل تاكل من الرزق. اما انك تقعد وبمجرد الدعاء، مو اكو نوع صار من الاتكاليه، اكو جماعه من المتبطلين اطوا هذا المعنى بعد عرفاني، انه انا علي من اشتغل، شنو هي قيمه الدنيا؟ هاي الدنيا الدنيه، صحيح الدنيا الدنيه، لكن انا غصبا علي الدنيا الدنيه، الاقدار ضبتني بها، كون أطلع من عدها، شون أطلع من عدها؟ كون أرتب روحي، الله عز وجل أمرني أن أرتب روحي أن أستعمر الأرض، إذا لابد من العمل، بدون عمل ما يمكن. ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده، الأنبياء كلهم عمال، ما عندنا نبي معامل. زين، إذن كون تدعو بما يمكن، تدعو بما يمكن يا ربي، مو اكو اشياء ممتنعة لذاتها، نبه للممتنع لذاته ما تتعلق به القدرة. شلون يعني ممتنع لذاته ما تتعلق به القدرة؟ يعني اكو قضايا هي ذاتا ممتنعة، ومثلا جيب دنيا كلها طببها بيضة ما تصير، مو الله ما يقدر، يقدر لكن البيضة ما بيها قابلية. شو تنبه لي؟ اكو اشياء من هالنوع، اكو واحد يقعد يا ربي سوي كذا، هو ممتنع ذا ما يصير. فلا يكون اكو اعتداء بالدعاء،
كون يدعو بالممكن، ها بعد كون يدعو عند أرضية صالحة للدعاء. مر عليك كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. الرامي بلا وتر يقدر يرمي؟ ما عنده قوس يرمي به. هذا يدعو بلا عمل، يعني شلون يدعو بلا عمل؟ يعني هو كل مصائب كل بلاوي كل حرام واعتداء ورذيلة وجاي يدعو الله. صح، شوية نظف روحك، شوية تجي تدعوه بلسان العمل، خليك على طهارة، لا تحب أن تؤذي الناس، ها؟ لا يكون دعائك بالاعتداء على الناس. مو أكو بعض الناس يا ربي ما تعطيني فد ساعة أنتقم من فلان شوية لعبيدي وياه، ها؟ شو قوتره؟ شو ما فهم شلون يعني الله الله يهدك تلعب شو ما تريد شو ما أكو مصالح أكو نظام موجود عندنا، موجود ترى الروح موجود عندنا هاللون. لا يا أخي، المشكلة أن الواحد من عندنا يجب أن يكون مهيئ للدعاء كما رسمت له الشريعة. شوي لن طول بي الموضوع طويل هذا، ها؟ فالدعاء إذن بأصوله كون أكو بي آداب، أكو بي خشوع، إلى أوقات، إلى أمكنة، كون واحد يدعو بالأمكنة. هذه الأمكنة اللي في واقع الأمر أراد الله عز وجل أن يدعى بها فيجيب، لكن شو نسوي؟ شو بيدينا؟ إيه صلوات الله عليك أبا الشهداء. إيه هتشي ليلة الدعاء عند ضريحه، هتشي ليلة الدعاء عند ضريحه أبي عبد الله، خصوصا مثل الليلة زيارته ستمر علينا، ها؟ توقف عندها توقف عندها الكيان الطاهر، عندها الشحنة الروحية، عندها التفجر، هذا التفجر المبارك من العطاء عند الحسين. توقف على 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 هذه التربة والشكل على على عبير الجراح، هناك تشوف هناك الموقف في واقع الأمر، الموقف هناك بإيحاء. فليقول للإمام الهادي سلام الله عليه، الإمام الهادي يقول لأبو هاشم الجعفري، أبو هاشم الجعفري طب يقول طبيت على الإمام الهادي شفته موعوك، قلت له سيدي عندك العافية، قال لي انتظرني لحظات، مديدة تحت راسه طلع صرة بها دنانير، قال لي شوف لي واحد من جماعتنا يروح يدعو لي عند الحائر عند قبر الحسين. يقول طلعت برا فعلا لقيت لي واحد يريد يروح للزيارة، قلت له تعال الإمام أعطاني هالمبلغ وقال لي كلف لي واحد يزور هناك ويدعو لي عند الحسين عند الحائر. قال لي عجيبة، روح قل للإمام مو هو الحائر، ليش يدعو بالحائر؟ شو هم إمام، هو إمام والحسين إمام. يقول دخلت الشبهة والله بذهني، رجعت قلت له سيدي ألست أنت الحائر؟ أنت إمام نفس الشيء وذاك إمام. قال لي بلى، ولكن لله أماكن يحب أن يدعى بها فيجيب. روح قل له ومن هذه الأماكن قبر جدي الحسين. نعم أرجوك، رسول الله كان يجي يوقف بالكعبة، رسول الله أفضل من الكعبة، يوقف بالكعبة ويدعو لله أماكن يحب أن يدعى بها فيجيب. على أرجع للآية، الآية إذن تعبر عن هذه الليلة بأنها الليلة المباركة، لأنها ليلة الرغائب، لأنها ليلة الله عز وجل يقدر بها الأرزاق والآجال ووفد الحاج، ويكتب تحت ذلك لله البداء. شنو يعني لله البداء؟ يعني الله عز وجل في علمه أن راح يغير كثير من هالمكتوبات، في علمها من الأول. ماكو عندنا واحد يقول أن الله بدأ له يعني علم بعد أن كان جاهل، معاذ الله، هاي ما يقولها مسلم، كافر اللي يقول هذا، ها؟ لكن بدأ يعني في علم الله أن يغير له، هذا اللي مكتوب لأن يعيش إلى 30 سنة في علم الله أكو إمكان أن يضاعف. بيش يضاعف؟ يضاعف عمره إذا شوال بر مكرمة، إذا راح وصل رحم من أرحامه، إذا راح عمل خير، الله عز وجل يضاعف له في عمره، يضاعف له في رزقه. هذه كلها في هذه الليلة، لأن هاي وحدة. نعم، في هذه الليلة من المناسبات شنو؟
مناسبة إمام العصر عجل الله فرجه. الليلة ولادته، الولادة الكريمة، الطلعة الكريمة أطلت على الدنيا في مثل هذه الليلة. نعم، أطلت على الدنيا في مثل هذه الليلة. كان الإمام العسكري سلام الله عليه بالبيت، تقول عمته حكيمة بنت الإمام الجواد تقول دخلت على الإمام سلام الله عليه، وإلي عادة أنا بين فترة وفترة أطب عليه، تقول دخلت عليه على عادتي وقعدنا قليلا، ثم صار وقت روحتي إلى البيت. قال لي لا يا عمة، هذه الليلة ما طلعين منها، بيتي عندنا هذه الليلة. قلت له ليش؟ قال لي في هذه الليلة يظهر الموعود الذي وعد الله به الدنيا. قلت له سيدي منين؟ من نرجس، وأنا ما أشوف نرجس ما بها أثر للحمل. قال لي إن فيها سنة من أم موسى، لا عليك، لا يبدو عليها أثر الحمل إلا في وقت وضعها، أنت باتي عندنا هذه الليلة. تقول فأقبلت وجلست إلى جانبها، إلى جانب نرجس، وظليت إلى جانبها إلى قريب الفجر، ما أشوف عليها لا آثار للحمل ولا آثار للطلق. وقامت تناولتها وردا من أورادها، وقفت إلى الصلاة إلى أن فرغت وصلت صلاة الفجر. ذاك الوقت أحست بالطلق، تقول أدنيتها إلي، ضممتها إلى صدري وأخذت أشدها إلى صدري وهي تضطرب بين يدي، إلى أن حانت مني التفاتة فنظرت، وإذا بالإمام الموعود سقط إلى الأرض ووجهه يطفح نورا. تقول حكيمة فانحنيت على الطفل، قمت بإعداد الطفل، ما يلزم للمرأة ساعة الولادة، ونظرت إليه ويده على الأرض وهو مهطع ساجد لربه، وسمعته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. تقول ونظرت إليه وقد أخذ نور وجهه بجوانب ذلك البيت. اللهم صل على محمد وآل محمد. وسمعت الصوت من الإمام، يا عم علي بولدي. تقول فحملته إليه، فأخذه الإمام سلام الله عليه ونظر في وجهه طويلا وقبله وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إلى آخره. الحقيقة أنا في كل ليلة أو في الأحرى في كل سنة أشبعت هذا الموضوع في أكثر من موضوع، وموضوع في الأدلة المتضافرة في تأريخ المسلمين بكافة أصناف المسلمين، إجماعهم على أن المهدي من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الثاني عشر في سلسلة الأئمة، وأنه يولد ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وأن الاعتقاد به عن طريق الأحاديث والروايات أمر بالغ الدقة وبالغ التأكيد والثبات عند كل الفرق الإسلامية. قد يقول لي واحد أن البخاري ومسلم ما رووا، لا مو ما رووا، الواقع مو بصورة مباشرة، في إشارات بمسلم والبخاري، لكن ليس كل الصحيح في مسلم والبخاري. شو تنبه لي؟ حتى المذاهب الأربعة هم يقولون ليس كل روايات البخاري صحيحة، وأنا أشرت إلى جملة من المصادر في البحوث السابقة، وليس كل ما لم يرد في مسلم والبخاري صحيح. معنى ذلك نطرح الصحاح الباقية،
هاي صحاح غير أهل البيت. وبعدين صحاح الشيعة الأخرى، جمهور المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وآله قال المهدي من ولدي، وأبطى صفات في شعره مجعد الرأس، في أسنانه فلج، في كذا على خده الأيمن خال، ويعطي صفاته، يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا. ثم النبي صلى الله عليه وآله وعد بأن الله تبارك وتعالى سيعيد به للأرض نماءها وبركتها، وسيعيد به العادل ويحق الحق إلى آخر الروايات. بس الاختلاف ترى بيننا وبين المذاهب الإسلامية في أن مولود يولد بعد ذلك وأن موجود بالفعل، ترى هاي نقطة الخلاف. وإلا اللي يتصور أن فكرة الإمام المهدي أو مسألة الإمام المهدي مقصورة على الشيعة، هذا معارف التاريخ، معارف تاريخه، ولا عارف تاريخ المسلمين. أكثر من هذا، المسلمين فرق الإسلام الباقية تذهب بالأدلة إلى كفر من لم يعتقد بصاحب العصر والزمان، نبالي يعتبروا كافر من يجحد لأن ينكر ضرورية، يعني واصل الأمر إلى حد الضرورة. كيف بكم إذا نزل بكم ابن مريم وإمامكم منكم، ويشيلوا من يا رسول الله، ويشير لهم اسمه اسمي، واطئ اسمه اسمي، ويطباق صفاته. زين، في ظل اكو البعض يجيب روايات، افرض هذه الروايات لا تحل ولا تربط ولا تزود ولا تنقص. والغريب اني انا شفت اكو جماعة من الدعاة المسلمين الضخمين يمرون بها الروايات، اذا مروا بها يتخذون منها وسيلة للاستهزاء، ما اعرف ايه بيقولوا ناجل بسرداب ومن الحكا. يا اخي ارجوك، يا اخي ارجوك، سرداب ينزل او يصعد بغرفة، هذا ما يقدم ولا يأخر شيء. بعد ان كانت الاحاديث متواترة بان الله عز وجل يخرج صاحب الامر ليحق الحق، نعم، وليطرد الباطل وليقيم العادل والى اخره، الى ما وعد الله به عباده في خروجه. شي يضير ان يكون كان طالع من سرداب او نازل في غرفة، شي صار شي نزل او شي زود او شي نقص. البعض الاخر لما يمر بامثال هذه المواطن يقول دول شلون يعتقدون ان واحد يعيش 1400 سنة الى الان وبعد عاي، عقليتي ايش هاي؟ طيب انت كمسلم تعتقد ان الخضر ايضا عايش، وتعتقد ان عيسى عليه السلام عايش، وتعتقد ان امتداد العمر هذا مو ممتنع ذاتا، ممتنع عادة، والممتنع عادة تناله المعجزة يصير معجزة، نعم، فشو المانع؟ ليش يعني الله عز وجل ما يقدر يهب للإنسان القدرة على الاستمرار في الحياة؟ ثم انت تروي اخبار المعمرين، هو متى ما طلع عن العمر الطبيعي، وبعضهم انت تروي ان عاش 300 واكثر، اذا اللي عيش 300 يمكن يعيش 2000. الباري عز وجل يمكن أن يعطي الجسم مناعة والأجهزة مناعة وتبقى، مش ممتنع ذاتا خصوصا وهو معجزة، نعم. فواقع الأمر أنت مو فرد إنسان مثلا أكو في ذهنك المعية وتعرف وغيرك ما يعرف، لا نعرف هاي كلها، لكن الأدلة ما أخذ بأعناقنا، الدليل ما أخذ بعنقي يجرني جر إلى الإذعان بأن الله عز وجل لا بد وأن يجعل للناس إمام يحق الحق ويبطل الباطل، وأن كل امرئ يبقى مشدودا إلى إمامه، لأن الله لا يخلي الأرض من حجة، لا بد من وجود حجة سواء كان ظاهر أو مستتر، والأدلة على هذا متواترة. طيب إذن نرجع إلى النقطة الثالثة اللي هالليلة تزدحم عندنا. شنو هي النقطة الثالثة؟ هالليلة عندنا زيارة الحسين، زين، ليلة النصف من شعبان، هالليلة الكريمة هاي
من أحب أن يشيعه 124,000 نبي وسبعون ألف ملك فليجر الحسين ليلة النصف من شعبان. دأبت أزورك في كل عام وألثم تربك يا ابن النبي ويا ابن علي ويا ابن البتول ويا ابن ذر المجد في يثرب أعفر خدي بعفر ثراك بحيث دماؤك لم تنضب بحاث يلعلع ثغر أبا بأن يحتشي الذل في مشربي وهام أبا للطغاة الركوع وإن فلقوا منه بالمضرب. الحسين سلام الله عليه في واقع الأمر أئمة أهل البيت أكدوا على زيارته تأكيدا لا حدود له. من قبلهم جده رسول الله صلى الله عليه وآله، تقول أم سلمة دخل علي يوما وهو كاشف البال، قلت روحي فداك يا رسول الله، أنت مو على وضعك، ما الخبر؟ قال لي آنفا مررت على التربة التي سيدفن فيها ولدي الحسين، ستقتله أمتي ظلما وعدوانا، وقد مررت على التربة التي يدفن فيها وأعطاني حبيبي جبرائيل شيئا من تلك التربة، فناولني تقول تلك التربة، قال لي احتفظي بها، إذا رأيتيها تفيض دما عبيطا اعلمي أن ولدي قد قتل وسيخلق الله له شيعة مطهرين طاهرين يزورونه في كل عام، أولئك أقل ما تنالهم شفاعتي يوم القيامة. شو يقول للإمام الصادق سلام الله عليه لأحد أصحابه؟ أما تحب أن تكون ممن يصافحه رسول الله؟ أما تحب أن تكون مع السواد الذي يرعاه رسول الله عندما تذهب إلى زيارة قبر الحسين؟ يقول للإمام الباقر أبو جعفر صلوات الله عليه، يقول زوروا الغاضرية، زوروا قبورنا ومروا شيعتنا بزيارة تلك القبور. أرجوك، ما كانوا الشيعة الواقع يتهالكون على الزيارة لمجرد أن يوقف ويبكي، لا وفعلا ما كان يرعب الظالمين هالمقدار، لا، اللي كان يرعبهم شنو؟ أن اللي يوقف على قبر الحسين ينفعل بروح الحسين، اللي يوقف على قبره يتكهرب بمبادئه، اللي يوقف على قبره يستلهم من عطائه. فعلا حسين كل عطاء. التشوية إذا وقفت على هالتراب بشيء من التأمل بشيء من اليقظة وشفت هالتربة اللي اسمها كربلاء، تشوف الحسين هنا جسد البطولة، هنا جسد الإباء، هنا جسد الصبر، هنا جسد الكرامة، هنا جسد الوقوف بوجه الباطل. كل هذا التتلمس عندما تقف على القبر. احنا بجاي نقف على عظام بالية ابدا، ولا نقف على قبر تراب، جاي نقف هنا على صوت نسمع يصيح من تحت التراب، والله لا أعطيكم بيدي عطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. أنا أوقف هناش ألمح بطولة لأخت الحسين اللي وقفت يوم العاشر تدير بيد شؤون الرجال وتدير بيد أخرى شؤون العيال، وتوقف بالليل لترفع قربانها إلى الله، تضع يدها تحت ذلك الجسد لتقول اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك. أرجوك هذا العطاء المتدفق أنا أقف عليه عندما أوقف على قبر الحسين. إذن أنا عندما أزوره ما جاي أزوره لأزور عظام بالية أو لتربة أو لوقوف على قبر، كلا، إنما أقف على موقف، أقف على آثار، هالآثار هاي توحيلي تعطيني عطاء لا حدود له. ولذلك كان أئمة أهل البيت سلام الله عليهم
يشددون على شيعتهم بالذهاب. يقول له الإمام الصادق لواحد، يقول له أتزور الحسين في كل يوم؟ يقول له سيدي المسافة بعيدة بيني وبينه، ما أقدر أوصل إلى في كل يوم، وبعدين أنا مراقب، والأمويين يراقبوني والعباسيين بعد ذلك قاموا يراقبون، أنا مراقب. نعم. قال له أتزوره في كل جمعة؟ قال له لا والله سيدي. قال له أتزوره في كل شهر؟ قال لا. قال ما أجفاكم بالحسين، ويا جافين أنتم بالحسين، لو علم الناس فضل زيارة الحسين لأتوه حبوا على الركب. قال له هناك خليك أن تكون موضع نظر رسول الله، توقف على هالتراب، توقف على هالثراء لتزور الحسين. زين. الحقيقة أن هذا المعنى الوقوف على القبر ابتدأ ترى رأسا من بعد ما وضع الحسين بضريحه، ابتدأ أول واقف على قبره وقف عليه عبيد الله ابن الحر الجعفي، ركز سنانه على القبر وأنشأ يقول: فيا لك حسرة ما دمت حيا تردد بين صدري والتراقي، إلى آخر أبياته. اجى من بعد سليمان ابن قبة وقف على القبر، أنشأ يقول: مررت على أبيات آل محمد فلم أرها أمثالها يوم حلتي، فلا يبعد الله الديار وأهلها، وإن أصبحت منهم برغم تخلتي، وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلتي. إخواني شوي نتوجه إلى الله بهالليلة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ 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 اللهم يا من يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم أطل أعمارنا في خير وعافية، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اعطنا اللهم من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. اجعل عواقب أمورنا إلى خير. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.